سلطه فراخ، فراخ مسلوقه عاديه متنسله مع رمان، ذره، عين جمل، بقدونس. هنحط كمان عصير ليمون، ملح وفلفل. الصوصات اللي معايا النهارده مايونيز وزبادي بس كده خلاص. وممكن نتبل المايونيز والزبادي بفص ثوم كده مفروم مع عصير ليمون وملح وفلفل اسود. هجيب بوله حلوه كده. ايه الاول الفراخ المسلوقه اهي، بصوا اهي فراخ مسلوقه بس ايه عايزه ايه تتنسل اكتر من كده شويه اهي. ماشي، رمان، ذره، الالوان اصلا مع بعض جميله قوي، بقدونس، زبادي، مايونيز، عين جمل، لوز، اي نوع مكسرات سوداني، اي نوع مكسرات عندنا. ماشي، هحط بقى الذرة، البقدونس، عين الجمل. ايه رأيكم؟ يجنن طبق السلطة ده وطعم طعامة. الرمان، حبة بقى من ايه الفراخ، هعمل كده. طيب بصوا الالوان اصلا من غير حاجه خالص اهي، شايفين؟ حلوه جدا 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 جدا. طيب انا هعملها بطريقتين. اول طريقه الطريقه اللي انتوا شايفينها دي، هجيب الزبادي والمايونيز هنا كده، حبة الكزبرة، ملح، خلاص، الثوم، أقلب كويس قوي قوي. وهحط دي الطريقه الاولانيه السلطه كده. دي فيها ايه؟ فيها فراخ، فيها ذره، فيها بقدونس، فيها عين جمل، فيها رمان. شايفين؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ ممكن نشيل بس شويه كده. وهحط الدريسنج كده وايه، وممكن كمان احطه جنبه جنب السلطه على جنب للي عايز يزود. واعمل كده بس، ده كده ايه طبق السلطه بالطريقه دي. طيب الطريقه الثانيه، هجيب الدريسنج ده واحطه كده ونقلب. الطريقه دي الولاد الصغيرين يحبوها اكتر. الطريقه دي ممكن ايه كل ما بنكبر في السن كل ما نحس ان احنا ايه حابينها اكتر، عشان ايه بتبقى اخف. والطريقه دي ممكن كمان نزود عليها زيت زيتون كده. بصوا بصوا، دي بقى الطريقه التانية دي لما بتتحط في التلاجة ساعه قبل التقديم بيبقى طعمها فظيع. شايفين؟